كيف يعني صير زي ما انت شايف. تعملش بكازا، اخلق تعملش. قديش بسمحلكم انتم؟ 300 300 سمك. طب لو غربتوا هلقيت زاد عن 300. بنبخ علينا ببهدلنا كثير. امبارح بنبخر كتلوه بالصايد في البوله. صايد بجيب رزق لعياله كتلوه. هو صب صغير يعني بيشتغل على البار بس صار هيك شمت هوا. اخوه عشان بتعدي الحدود. طيب ليه ما تحتجوش انتم؟ تحتجوا لمين نحتج؟ احتجينا كثير وعلى الفاضي، مين بده يحتج عليه هو؟ ما حدا بالدرجة. الوكالة لو كتبت مكتوبة الوكالة. يا عم رحنا وعلى الفاضي ولا ما طلع بدير. رحنا واحتجينا وعملنا مسارات كثير وعملنا على الفاضي. 24 ساعة من الصبح لتاني يوم الصبح، سواء الساعة 6، الساعة 7، الساعة 5 الصبح، زي ما أنت شفت بنطلع الصبح بنرمي الشباب وبنشتغل. ولا يفتح بالنار ولا شر.